والمخارج. المحافظة يعقد المنتدى الثقافي المدني للمرأة العراقية في مؤتمره السنوي بحضور أكثر من 250 امرأة من عموم محافظات العراق، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة الحركة المصرية وزيادة زخم العنصر النسوي في الحركة الاحتجاجية للمطالبة بالاستحقاقات الوطنية. اليوم يعقد المؤتمر الثاني للنساء المدنيات موضوع في العراق على مستوى العراق، بعض الأحيان تكون الدولة غير مقصرة 26/8 2016 على مستوى بغداد، قائد العمليات وقائد الشرطة ومدراء الاستخبارات يفرضون على أصحاب المولات أصحاب المحلات. اليوم في بغداد ماكو واحد يفتح له درار إلا ما يجي مفرزة كيان وكاميرا، مو جايب لي الكاميرا المنصوبة اللي كان في أحد القنوات الفضائية كاميرا بمطعم بدر، كاميرا أصلا بائسة. هو جاي جايين مندوبات من كل محافظات العراق، هذا يعني كل واحدة من عندهم هي راح تكون في نواة معينة في مدينتها. أيضا الندوة تلاحظ أيضا العمل السياسي والتشريعي وما حققته البرلمانات بعد عام 2003، خاصة تلك التشريعات الخاصة بالمرأة والتي لم تأخذ دورها الحقيقي في المجتمع وأماكن صنع القرار، وتعرض البعض منهن للإذلال من خلال التسول في الشوارع عكس ما نص عليه الدستور العراقي. هو إلقاء الضوء على الواقع الاجتماعي للمرأة العراقية والواقع السياسي. مع تنامي الاحتجاجات للفترة اللي بدأت من عام 2011 وإلى غاية اليوم، شهدت تنامي فكري بالنسبة للنساء أيضا، مشاركتهم الفعالة بالتظاهرات وبكل جميع وقفات الاحتجاجية. كذلك بدأت المرأة تعرف حقوقها الاجتماعية وحقوقها السياسية. يجدر بالإشارة إن المؤتمر يقام سنويا بجهود ذاتية من بعض النساء اللواتي يحاولن النهوض بواقع المرأة وانتشالها من الواقع المزري والحفاظ على كرامتها.